كمل وياكم المشوار حبايبي، نترقب الجديد معا، لا فيديوهات قديمة ولم يحزنون. حصري حصري حبايبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفون خليط العرق بالزنك، شذرات الذهب في نفس المكان، واضح وضوح الشمس. وهذا اللي ماشي العرق ومخلوط مع العرق حاليا، ما شاء الله تبارك الرحمن. هادو الدليل مرة، شوفون حبايبي حجر المرض في نفس المكان، ولله الحمد. دليل خليط بين حجر المرو واللي ماشي. والحين نشوف وياكم نفس المكان، لا جديدة ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوف وياكم حبايبي، ما شاء الله تبارك الرحمن، الحجر الطيب هذا ما شاء الله، اللهم لك الحمد والمنة، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفون الدليل وياكم انا حبايبي ياسين، نترقب الاحجار سبحان الله ما شاء الله، ويا بعض نترقب الاحجار في نفس المكان، صخور عروق الذهب معاكم قلبا وقالبا. اللي في الكيس سبحان الله، بسم الله على بركة الله. طبعا هذا من الويست وخليط من عروق الذهب، فالويست نفسه يقرا ذهب لانه مخلوط بعرق الذهب مثل ما تشوفون حبايبي. وياكم ما شاء الله نكمل وياكم المشوار حبايبي، ما شاء الله احجار سبحان الله، عرق الذهب مار، فعادة هذا يكون وايد غني. هذا من بعد على بعد، يعني على نزول 42 متر الى 43. نترقب معاكم الاحجار اللي بتطلع بسم الله سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الاحجار الطيبة، اللي يعرف عن الصخور بيفهمني، ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. شوفوا حبايبي الله يسعدكم الله يسعدكم، هذا خليط حجر المرو ما شاء الله. شوفوا قام يستوي العرق مرة، اللهم لك الحمد حبايبي ما شاء الله. الحين قمنا نكتشف وياكم اللي يصبون الأحجار، ونشوف ما شاء الله تبارك الرحمن خليط بين عروق اللي يماشون عروق الذهب، الأحجار اللي تماشي عروق الذهب ما شاء الله، قام يتكون في نفس المكان. وعادة هذا يقرأ مثل ما خبرناكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. أقول أجلبه ما شاء الله، شوف دلائل طيبة. ونشوف وياكم الريال هذا طيب في جاب وياه ما شاء الله تبارك الرحمن، لا زال الخليط متواجد في نفس المكان مع الشذرات ولله الحمد والمنة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وياكم ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل ما تشوفون حبايبي هذا عرق الذهب مرة قام يمتن، يعني واضح وضوح الشمس انه في عرق يلامس هذا العرق المكسور، طبعا من بقوة التفجير ما شاء الله. تشوفون حبايبي شذرات الذهب في نفس المكان ولله الحمد، بنوافيكم حبايبي بنوافيكم على ما اظن تشوفونه ما شاء الله، لا زالوا ينزلون احجار جديده، ان شاء الله بنتفاجئ وياكم، الله يسعدنا جميعا ما شاء الله. وياكم حاليا وياكم نتابع المواضيع،
ان شاء الله خير ما شاء الله. شوفون دلائل الطيبة والزنك الموجود ولا معانا. السلام عليكم حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. نزلوا بعض من الاحجار مخلوطة ويا العروق تحت في نفس المكان مثل ما تشوفون الاحجار الطيبة هذه مخلوطة بالذهب في نفس المكان. الخطوط هذه مرة شوفون الحجر هذا عادي نكسره بعدين نتفحصه ونشوف اشوف ايه داخله. مرات لما نشوف عليهم شذرات من الزنك والذهب في نفس المكان مرات يوم نكسره نحصل شيء طيب مثل ما تشوفون حبايبي. سبحان الله تبارك الرحمن. لما اظن واضح وضوح الشمس اللي تشوفونه اللي اشوفه وياكم ما شاء الله دور ما داير فيها شذرات ما شاء الله لله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اليوم جايبين لكم مفاجأة من مكان الأسانسير نفس المكان ولله الحمد قدرنا نوصل لعرق الذهب الجديد ما شاء الله تبارك الرحمن. عرق الزنك بحت وفي ذهب في نفس المكان حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. ونشوفه بالعين المجردة الذهب ولله الحمد. شوفوا وياي تشوفون الذهب حبايبي تشوفون الذهب ما شاء الله تبارك الرحمن. دعواتكم حبايبي هذا عرق الذهب بنوافيكم ان شاء الله. وخذوا الجديد ولا تنسونا بالاشتراك حبايبي.